اليوم أقدم لكم نصا بعنوان الدرس انتهى. مطلع هذا النص يقول: الدرس انتهى، لموا الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال. هذا النص كتبه شاعر الشعب أو فيلسوف ولاد البلد كما يسمى، الشاعر المصري العربي صلاح جاهين، ولحنه بعد ذلك سيد مكاوي، وأدته المطربة العربية شادية المصرية شادية. وكان بمناسبة ضرب إسرائيل لمدرسة بحر البقر في 8 إبريل سنة 1970. واليوم أهدي هذا النص بصوتي لأبناء مصر، لأبناء أسيوط، بمناسبة حادث أتوبيس معهد النور الأزهري الذي حدث يوم السبت من هذا الأسبوع المنصرم. كان ضحيته قرابة 60 طفلا من تلاميذ صعيد مصر بأسيوط بسبب التقصير والإهمال والتواني في أداء الواجب الوطني. في الحقيقة الإهداء هو كذلك لأبناء غزة الجريحة، لأطفال غزة، لشهدائنا في غزة في فلسطين المحتلة، وأيضا لسوريا التي ما فتئت تنزف ولم يتوقف نزيفها. أتوجه بهذا النص لكل أبناء هذه الأمة ولكل جرحى وثكالى هذه الأمة الجريحة. الدرس انتهى، الدرس انتهى، لموا الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال. في قصر الأمم المتحدة في مسابقة لرسوم الأطفال، إيه رأيك في البقع الحمراء يا ضمير العالم يا عزيزي؟ دي الطفلة مصرية وصمرة كانت من أشطر تلاميذي، دمها راسم زهرة، راسم راية ثورة، راسم وجه مؤمرة، راسم خلق جبابرة، راسم نار، راسم عار عالصهيونية والاستعمار، والدنيا اللي عليهم صبرة وسكتة على فعل الأبليس. الدرس انتهى، لموا الكراريس. إيه رأي رجال الفكر الحر في الفكرات المنقوشة بالدم من طفل فقير مولود في المر؟ إنما كان حلو ضحوك الفم، دم الطفل الفلاح راسم شمس الصباح، راسم شجر التفاح في جناين الإصلاح، راسم تمساح بألف جناح في دنيا مليانة بالأشباح، لكنها قلبها مرتاح وسكتة على فعل الأبليس. الدرس انتهى، لموا الكراريس. إيه رأيك يا شعبي عربي، إيه رأيك يا شعبي عربي، إيه رأيك يا شعب الأحرار؟ دم الأطفال جيلك يحبي، يقول انتقموا من الأشرار، ويسيل على الأوراق يتهجى الأسماء، ويطالب الآباء بالطار للأبناء، ويرسم سيف يهد الزيف ويلمع لمعة شمس الصيف في دنيا فيها النور بقطيف وسكتة على فعل الأبليس. الدرس انتهى، الدرس انتهى، لموا الكراريس.